صارت الزواجات صارت تقل أسعارهم، عندك تجهيزات الزواج هذه كامل الأشياء هذه كل جهة كانت أسعارهم مرة عالية، فبعد الانخفاض بعد كورونا صاروا الناس تخفض أسعارهم عشان يكسبون زباين أكثر، فالفترة طاح سوقهم يبون يكسبون يبون يعوضون. هذا اللي شجع الشباب يعني الإقبال على الزواج اللي هو انخفاض تكاليف الزواج. ألا وهي يعني القاعات ما في قاعات، يعني سرعة إجراءات الزواج كان في سرعة وانخفاض التكاليف هذا هو. أكيد يعني صار الزواج يعني عائلي وما في تكلفة ولا شيء ولا عزايم ولا اجتماعات وبرضه تباعد يعني جسدي، فيعني صار قليل، لا في قاعة ولا في ملابس ولا في للمعازيم شيء، فكيد يعني كيد حتكون التكلفة أقل. أي نعم، انخفاض التكاليف لها دور من ناحية ما في سفر، ما في الزواج ما يكثر عن 150 من المعازيم، قلة الطلعات، يعني التكاليف أكيد ذا الشيء من جائحة الكورونا، يعني الكل استغل الفرصة فيها مثل ما يقولون. أكيد كان له دور كبير، زادوا عن الناس كثير، الناس بدأت تتفهم أن التكاليف هذه ما لها داعي، الأشياء هذه كلها الكماليات ما لها داعي. صار المهم في الموضوع كله أنه حفلة بسيطة تخلص الموضوع ذا كله، التكاليف والإسراف هذا كله راح. أنا يعني أنا شخصياً 5 من أهلي إلى 6 تزوجوا وقت الجائحة، وكانت كلها مقتصرة على الأهل وانتهى الموضوع بكل بساطة.